الدوليه والوفد المرافق النهارده الحقيقه هنشهد اتفاقيه الخدمات الاستشاريه لبرنامج الطروحات مع مؤسسه التمويل الدوليه لحضرتك سمحت لي دكتور مصطفى كلمه للحضور باللغه الانجليزيه ويليها بعض التعقيبات باللغه العربيه Your Excellency Dr. Mustafa Mabouli the Prime Minister Mr. Maktar Diop Managing Director of the IFC دولية أصحاب السعادة الوزراء زملائي السيدات والسادة أود أولا أن أرحب بصديقنا مختر جوب المدير لمؤسسة التمويل الدولية هذه هي أول مرة يزور فيها مصر بصفة مدير لمؤسسة دولية للتمويل بعد ذلك كان يعمل في البنك الدولي وقد حضر كذلك كوب 27 ونود أن نرحب بك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة أود أن أتقدم بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة والتعاون ومساعدة القطاع الخاص في مصر وحشد التمويل وكذلك الخدمات الاستشارية التي تتم تقديمها في كثير من القطاعات وفي مايو الماضي في حضور دكتور مصطفى أطلقنا معا إطار الشراكة القطري مع البنك الدولي الذي يغطي الفترة من 2023 حتى 2027 وكلنا نعلم أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 بالإضافة كذلك إلى استراتيجية المناخ الوطنية، وكذلك وثيقة ملكية الدولة. من خلال التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، نحن نود أن نعزز الإنتاجية، وكذلك النمو الشامل، وكذلك زيادة الصمود لمواجهة تغير المناخ. بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص. نحن مجتمعون هنا اليوم لكي نوقع اتفاقية لتقديم الاستشارات معروفة إس TSA، وهي أول عملية يتم توقيعها وفقاً للإتفاق الاتفاق القطري الجديد وبحضور السيد أجعل بانجا هذا الاتفاق يتحدد من خلاله الأهداف لتعزيز المنافسة إلى مستوى التعامل مع الجهات المختلفة وكذلك دعم أجندة الإصلاح للدولة وكذلك مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة القطاع الخاص دعوني أذكر كذلك بما أن محافظ البنك الدولي معنا فنحن سعداء للغاية بأن مؤسسة التمويل الدولية لديها أكبر مشروعاتها هنا في مصر بتقريبا سبعة مليون دولار من الشراكة وكذلك وت... هناك اثنين مليار إضافية سوف تضاف إلى السبعة مليار التي يتم تمويل مشروعات بها هنا في مصر على مدار الخمس سنوات القادمة وأود أن أقول أنه بالإضافة إلى التمويل فمؤسسة التمويل الدولية تقدم كذلك تقارير تشخيصية وأهمها كذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة والتي حددت فرص مهمه للغايه لمشاركه القطاع الخاص واليوم نحن نوقع اتفاقية أخرى لتقديم استشارة من قبل مؤسسة التمويل الدولية وسوف تركز على زيادة رأس مال الخاص وكذلك إدارة الأصول المملوكة للدولة وكذلك وحدات تحديد القيمة النقدية للأصول وسوف نتحدث عنها بالمزيد من التفاصيل كما سوف تقدم كذلك الدعم الفني وتطوير وتنفيذ خطة لتحديد نموذج الخصخصة وكذلك أهم كل شيء أن مؤسسة التمويل الدولي يمكن أن تقدم التمويل للشركات التي سوف تكون جزءا من هذه العملية في النهاية أنا أتطلع إلى شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك أتطلع للتعاون بشأن هذا الاتفاق الذي سوف يوقع اليوم وأتقدم بالشكر لكم جميعا على هذا يعني أدعو الأستاذ مختر ديوب يلقى كلماته مختر please go ahead with your word. لكم سياده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر شكرا انه لم دواعي سروري ان التقي بك هنا وانا اول مره التقينا كنا في زياره هنا لمصر لكثير من المشروعات وعندئذ اعلنتم عن العاصمه الاداريه الجديده وانا سعيد للغايه بانني اشهد انها اصبحت واقعا في فتره قصيره وهذا يتطلب الكثير من الوقت بالطبع لكي تقوموا بهذا العمل ونحن نقدر وجودك معنا في هذا الحدث اليوم دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الأصدقاء والزملاء محافظ البنك الدولي دكتور علاء السيد وزير التخطيط السيد رامي عبد الناصر نائب محافظ البنك المركزي الساده الوزراء السيدات والساده انه لمن دواعي سروري وشرفي ان اكون موجود معكم هنا اليوم لكي نوقع هذا الاتفاق بين الحكومه المصريه ومؤسسه التمويل الدوليه لدعم تنفيذ برنامج مصر ومن خلال التعاون والتزام الحكومه المصريه فاننا نسعى الى بناء اقتصاد يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص وافخر بان مؤسسه التمويل الدوليه هي المستشار الذي تثقون به لتحديد السبل التي يمكن من خلالها حشد الموارد الموجوده في القطاع الخاص ومساعده اهداف التنميه لدى الدوله الاقتصاد العالمي يشهد كثير من التغيرات الان وهناك تاثيرات وصدمات بعد كوفيد 19 فان الاقتصاد الكلي العالمي يواجه كثير من التحديات هناك كذلك أزمات الطاقة والغذاء والديون، بالإضافة إلى التضخم وفقاً للتقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي، فأنا أتوقع أنه سوف يصل النمو الاقتصادي إلى 2.1% في عام 2023، وهو أقل مما تم تحقيقه في السنوات قبل الجائحة. قبل هذه الأزمة، فكان هناك كثير من التقدم، ولكن أن هناك كثير من التحديات الملحة. علينا أن نتعامل مع تغير المناخ ونقوم ببناء الصمود وكذلك تطوير البنيه التحتيه وخلق فرص العمل. ان الماليه العامه وحدها لن تكون كافيه لتمويل هذه الاحتياجات التنمويه والتعامل مع الازمه الحاليه. لذلك هناك دعوه للحصول على تمويل من مصادر مختلفه للتعامل مع هذه الصدمات الاقتصاديه العالميه وكذلك توفير التمويل المطلوب للتنميه البشريه وتطوير البنيه التحتيه والاستثمار بها وهذا الامر اصبح ملحا اكثر من اي وقت مضى. القطاع الخاص له دور محوري يمكن ان يلعبه في خلق فرص العمل كذلك لان قطاع خاص حيوي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل وكذلك تقديم السلع والخدمات وزياده النمو الاقتصادي والمساهمه في زياده ايرادات الضريبيه وكذلك تدفق راس المال. في الشتاء الماضي انا كان أنا لدي شراكة مع مجموعة من المستثمرين لبناء أكبر محطة في مصر للطاقة الشمسية، وهي خطوة أساسية ومهمة باتجاه تنفيذ التحول في الطاقة في مصر. وكذلك من خلال إطلاق هذا البرنامج فإننا ندعم الحكومة المصرية والتزامها بزيادة دور القطاع الخاص. وكما ذكرت فإن هذا البرنامج يمثل فرصة لكي نقوم بالحشد التمويل الاضافي والموارد الاضافيه من القطاع الخاص لتسريع عمليه النمو الاقتصادي في مصر لذا اصدار حكومه مصر ل ملكية الدولة ووثيقة ملكية الدولة أمر مهم للغاية لأنه يمثل إطاراً حقيقياً لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأنا واثق من أن الاتفاق الذي نقوم بتوقيعه اليوم سوف يساعد في تطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ويسهم في خلق فرص العمل ويزيد من التنافسية للاقتصاد المصري والصناعات المصرية. وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالا يحتذى به من قبل اقتصادات اخرى. اود ان اعبر عن امتناني لسياده الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا اياه على الرغم من انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم. وهذا يعيد التاكيد على الاولويات التي يضعها سياده الرئيس واهميه القطاع الخاص ودوره في تنميه مصر. انا ممتنه لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطه بافريقيا والتكامل الاقتصادي في افريقيا يمكنكم ان تعتمدوا على مؤسسه التمويل الدوليه لكي تدعمكم وتدعم تطوير القطاع الخاص في مصر وليس فقط في مصر ولكن كذلك مساعده الاقتصاد الافريقي بشكل عام مؤسسه التمويل الدوليه سوف تكون رئيسيا لكم أود أن أتقدم بالشكر للدكتورة راني رانيا المشاط صديقتي راني ليس فقط على الدور الذي لعبته في هذه الاتفاقية على وجه التحديد ولكن كذلك في تأكيدها على الحوار الذي نجريه بشأن مستقبل الأنشطة التمويلية والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية شكرا لكم أود أن أتقدم بالشكر كذلك لمحافظ البنك المركزي ولك كذلك دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على قيادتكم وعلى دوركم شكرا لكم جميعا جميعا على هذه الجهود شكرا جزيلا استاذ مختر دوله رئيس الوزراء ندى حضرتك للكلمه بسم <applause> الله الرحمن الرحيم مستر مختر ديوب دايركتور اوف ذا انترناشونال فاينانس مدير مؤسسه التمويل الدوليه الساده <applause> الزملاء الوزراء <applause> وفد مؤسسه التمويل الدوليه <applause> السيدات والساده اود ان ارحب بكم جميعا في زيارتكم الهامه لمصر أود كذلك أن أنتهز هذه الفرصة كي نهنئ أنفسنا على الشراكة الهامة التي نوقعها اليوم مع مؤسسة تمويل دولي نحن اليوم سوف ننفذ عناصر لإطار الشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي ومصر لمدة 2023 حتى 2027 والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الدولي في مارس الماضي هذه الاتفاقات تزيد من شراكات مصر الدوليه وتساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمه في التنميه في مصر وكذلك الاطار القطري للشراكه يعزز المنافسه ويضمن مستوى من المنافسه بين الشركات الحكومه المصريه تؤمن بان تعزيز الحياد التنافسي امر مهم للغايه لمساعده استثمار القطاع الخاص وتعزيز الانتاجيه التي سوف تنعكس على خلق فرص العمل وزياده التنافسيه لتحقيق ذلك فان المجلس الاعلى للاستثمار الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي تم انشاؤه والحكومه قد ادخلت وثيقه ملكيه الدوله والتي جاءت بعد كثير من الابحاث والمشاورات مع كبار الخبراء والوزارات وممثلي القطاع الخاص الوثيقه تحدد استراتيجيه مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد وتسعى <applause> لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30% في الوقت الحالي لتصل إلى 65% خلال ثلاث سنوات، إلى ذلك الحكومة قد اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الاقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد إلى 18 قطاعاً اقتصادياً أساسياً للتأكد من عملية واسعه فاننا اصبح لدينا وحده لتقييم الاصول في مجلس الوزراء وهي مسؤوله عن تنفيذ البرامج المختلفه ونحن اليوم نقوم بتوقيع اتفاق تقديم الخدمات الفنيه والمشوره للاستفاده من الميزه التنافسيه في تطوير القطاع الخاص ونرحب بمؤسسه التمويل الدوليه كمستشار فني للبرنامج ومطلوب منكم ان تقوموا بلعب هذا الدور لتحقيق الحياد وكذلك بسبب حيادكم وسمعتكم الطيبة والعمليات الشفافة التي تنفذوها في مشاركة القطاع الخاص بالإضافة كذلك إلى الخبرة التي تغطي التصنيع الخدمات الإنتاج والأسواق المالية ورابعا تقدم الخبرة التعاملية في هذا المجال وكذلك المبيعات بالإضافة إلى معايير الشراكة بين القطاع العام والخاص والعلاقة كذلك مع النظراء المصريين والمعرفة الكبيرة الموجودة لديكم بالسياق المصري أمر يعزز هذا وسادسا كذلك التركيز على مصر ووفقا لهذا الاتفاق فإن مؤسسة التمويل الدولية سوف تعمل بالتعاون مع مجلس الوزراء من خلال وحدة تقييم الأصول لتنفيذ استراتيجية الخصخصة الاتفاق سوف يهيكل ويعد الأصول التي سوف تخضع للبيع بما في ذلك تحسين حول حوكمة الشركات وفي النهاية تنفيذ المعاملات المتفق عليها في المرحلة الثانية من المشروع السيدات والسادة اتفاق اليوم يعزز شراكتنا بينما نركز على الاستفادة من رأس المال الخاص وكذلك تعزيز الاستثمار نحن نتطلع إلى أن نعمل جماعيا معا بالاضافه الى الاطراف المعنيه الاخرى لتنفيذ هذا مره اخرى اشكركم جميعا وارحب بكم في مصر. يمكن كلمه سريعه جدا باللغه العربيه الحقيقه النهارده احنا بنشهد الحقيقه حدث مهم جدا في خطه الحكومه اللي اعلنت عنها في موضوع الطروحات وزياده مساهمه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. احنا يمكن كنا اعلنا من فتره عن عدد من الشركات اللي احنا حددناها بصوره تقديريه ب 32 شركه اللي الدوله المصريه بتعتزم طرحهم سواء لمستثمرين استراتيجيين او من خلال الطرح العام في البورصه وبالفعل احنا واخدين خطوات تنفيذيه ونامل ان شاء الله قريبا في الاعلان عنها في عدد من هذه الاصول ده غير بالفعل شركتين طرحناهم كان شركه بكين وجزء من الشركه المصريه للاتصالات اللي بالفعل تم انهاء اعماله. ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامه وحوكمه المنظومه على مدى طويل هنا كان الشراكه المهمه جدا مع مؤسسه التمويل الدوليه التابعه للبنك الدولي في اطار البرنامج او اطار القطري للشراكه ما بين البنك الدولي ومصر. اللي هي هتمتد لمده خمس سنين، احنا بنستعين بمؤسسه التمويل الدوليه بحيث يكون هو الاستشاري للحكومه المصريه في تنفيذ هذا البرنامج الطموح. ويمكن خبراتهم الكبيره في هذا الموضوع وقدراتهم على تسويق الاصول المصريه هتساعدنا بصوره كبيره للانتشار والخروج للاسواق الدوليه علشان نضمن افضل استفاده ممكنه من الاصول المصريه في هذا الشأن. وعشان كده يمكن انا حابب مره اخرى يعني اشكر مؤسسه التمويل الدوليه وطبعا على راسها المدير التنفيذي مستر مختر ديوب على تواجدهم وحرصهم وجودهم معانا النهارده بحضور طبعا زملاء الوزراء عشان نشهد توقيع هذا الاتفاق المهم جدا اللي بيؤكد حرص وجديه الدوله المصريه بالكامل على تنفيذ ما تم الالتزام ليه في برنامج الطروحات وزياده مساهمه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بصفه عامه وبشكر حضراتكم دلوقتي ننتقل الى مراسم توقيع الاتفاقيه شكرا جزيلا